أكبر أسباب الاكتئاب والضيق والتعب وتغير الأخلاق وسوء الطباع في موظفين وفي الطلاب وفي المعلمين هو أن بعضهم يخرج في غير ذمة الله، ما صلى الفجر جماعة، لأن الشيطان منعه أن يأتي إلى بيوت الله. فإذا أتيت سلط الشيطان وأعوانه لإفساد الخشوع عليك. ولذلك أحبابي نحن في صراع، نحن في جهاد، لأن الشيطان قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما في مكان، قدام وراء يمين يسار، ولذلك يغتالك من تحتك، لا يريدك أن تصلي. تدري لماذا؟ لأن الصلاة تقود الطاعات جميعها في حياة الإنسان. إذا فسدت الصلاة فلا تسأل عما بقي من طاعاتك.